بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نتناول اليوم chapter 4 واللي هو جزء مفصلي ومهم ومكمل للبقية ومرتبط مع الفصل اللاحق. آخر محاضرة عندنا راح تكون الأسبوع القادم إن شاء الله، هاي المحاضرة قبل الأخيرة. أكو مواد أخرى بالمنهج لكن إحنا يعني ما راح نلحق نغطيها. العفو. الأسبوع القادم راح ناخذ التعرفة الكهربائية، يعني أنت المواطن من يصرف كيلو وات أور اللي هي الوحدة، لأن كل منتج أكو وحدة إله، مثلا يعني الخضروات والفواكه بالكيلو، تقول الكيلو الواحد إيش قد يكلف، أو اللتر الواحد من البنزين إيش قد يكلف كلفة الإنتاج مالته. فأيضا عندك اليونت الوحدة اللي هي كيلو وات أور إيش قد تكلف، أكو تعرفة تجي المواطن. قبل التعرفة اللي تجي من المواطن اللي هي chapter 5، chapter 4 الكلفة اللي بالمحطات. أنا كمحطة إذا أنتج طاقة كهربائية إيش قد تكلفني اليونت الوحدة، فهاي الكلفة شوية تختلف عن الكلفة اللي تجي بالمواطن، لأن ذي شيء يضيفوا لها أرباح يلا نقدر نعرف كلفة إنتاج الكيلو وات أور الواحد إيش قد. فهي كلف متعددة، يعني نضيف A زائد B زائد C تطلع لنا الكلفة الأصلية. فهنا هاي لها علاقة بمن؟ باقتصاديات توليد الطاقة الكهربائية، Economics of Power Generation. الفصل قبل اللي شخذنا أخذنا تأثير الحمل اللود كيرف، شنو راح يأثر على توليد الطاقة الكهربائية، وأنا قدر الإمكان أمشي ويا اللود كيرف حتى ما أصرف كلف فائضة، يعني ما أشتغل في وقت ما مطلوب بي إنتاج 100 ميجا واط. من يصير 100 ميجا أنتج 100 زائد 10 أو 20، فدها مش بسيط، بس ما يصير أنتج 200، فهاي راح يصير عليه كلف فائضة ما يتحملها المستهلك. هاي بالفصل الثالث. هسه بالفصل الرابع نتناولها بالتفصيل إن شاء الله، وبالفصل الخامس راح تكون عندنا التعرفة الكهربائية. فهنا عندك التعريف دائما تلقيه بالخط المائل الإيتاليك، هذا تعريف the art. هنا art مو معنى الفن، مو الفنون الجميلة، الفن معنى التقنيات، الأمور الفنية اللي يطلبها شنو per unit kilowatt hour cost of production of electrical energy. فمهارات أو فن تحديد كلفة الكيلوات أور الواحد من الطاقة الكهربائية نسميه اقتصاديات توليد الطاقة الكهربائية. بها عاملين مهمات، هنا تو فاكتورز لازم ناخذهم بنظر الاعتبار. اكو الانترست نعرفها والديبريشيشن. يعني شنو معلوماتكم عن معنى كلمة الانترست؟ هنا ما اريد المعنى الكهربائي، ترجمة بالانجليزية، شنو ببالكم الانترست ايش تعني؟ مهتم، تجي مهتم بعد، مو بالانجليزية. انا ليش سألتكم بالانجليزية؟ اكو مرادفات تعرفون، الفوائد. نعم، عاشت ايدك، تجي الفوائد. بس هنا ليش ما عبرنا عنها بالبروفيتس؟ البروفيتس ارباح دكتور. شنو الفرق بين الفوائد والارباح؟ فوائد تجي من الارباح. حيدر على منصور، نعم، شكرا لمساهمتك. هنا انت عندك راس مال اخذته، لان غالبا انت ما عليكم بالدوله الاشتراكيه، بالدول العالم المتقدم كلها اكو شركات او مؤسسات تعطيك قرض او فند، يسموه الفند تمويل يعني، او حكومات تعطيك تمويل لبناء محطه معينه. فهذا التمويل راح تسترجع من عندك بالاقساط انستالمنت على فترات. فهنا الفوائد عكس الأرباح، الأرباح اللي أنت تجنيها، الفوائد اللي يجنيها المستثمر. المستثمر ده يأخذ من عندك فلوسه يسترجعها، واحتمال هو بالحقيقة ما ده يسترجع الفلوس بالضبط، يسترجع قيمة أكبر من القيمة اللي هو انطاك إياها، ده يفترض أرباح إله هو. فاللي يصير أرباح إله هو بالنسبة لك شنو؟ خسائر. بس بالنسبة إلى شنو هي؟ profits. فهم ما يسموها profits ولا يسموها losses، يسموها interest.
نسبة الفوائد اللي موجودة مثل ما تأخذ قرض من البنك ويسترجع بنسبة أكبر، أو بالعكس تودع بالبنك والبنك ينطيك فوائد على الإيداع اللي أنت موجود. فهذه النسبة، هاي الهامش، فهاي متعلقة بالكابيتال، كابيتال كوست يعني كلفة الإنشاء، أنت لازم تحسبها. فهنا يقول لك the rate of interest depends open market position، تعتمد على السوق وعوامل أخرى، and may vary from 40% 4% إلى 8%، ممكن 4 إلى 8 per annum. per annum رجاء annum سنة، annual سنوي. هاي بعضكم جت بالامتحان الشهر الفات، فتختلف عن daily. daily load curve يشتغل per day، annual load curve يشتغل per annum. فالمهم هي مو شرط 4 إلى 8، مرات توصل إلى 12% المهم. فهذا الانترست أنت لازم تأخذها بنظر الاعتبار أنه أكو تمويل، حتى إذا حكومة مركزية أيضا الحكومة تريد تقسط لكل سنة شقد راح تصرف على هاي المحطة. وأكو شغلة أخرى الديبريشيشن اللي هي الاندثار أو الاستهلاك، the decrease in the value of the power plant equipment، النقصان في قيمة المعدات الموجودة بالمحطة والبناية، أكو بناية أيضا and building due to، بسبب شنو؟ constant use in is known as depreciation، بسبب الاستخدام المستمر. يعني اللي تحتاج تغطي عفواً، أكو عندي اتصال بس أدز لهم رسالة إنه فد شوي نرجع لكم. نعم، فأنت عدل الانترست اللي تسددها، اكو استهلاك في قيمة المحطة. يعني مثل السيارة، انت اخذ السيارة من شركة بالاقساط، ده تدفع سنويا بالاقساط الى ان وفيت، ورا فترة وفيت لـ30 مليون اللي هي بالاصل يجوز 24 مليون مثلا، اكو فالستة انترست. بس من وفيت 30 مليون ورا 5 سنين، هل بقت السيارة قيمتها 30 مليون؟ اطلاب لا صار كيف خلص؟ لا قلت. يعني فانت بهاي اللحظة اللي وصلت للثلاثين المنحني مالتك صعد وفيت، اكو منحني اخر ده ينزل، قيمة الاندثار او الاستهلاك. استهلكت هي عموما كمركبة، واستهلكت كأكوبمنت العفو معدات، اكو معدات بداخلها او اجزاء بداخلها ايضا استهلكت، وهي عموما كمركبة ايضا. فاكو اجزاء بالمحطة تحتاج تبديل سنويا او كل 5 سنين او كل 10 سنين، وأكو أجزاء أصلاً راح تندثر مثل المولدات، أنت ما تقدر تبدل المولدات، إذا بدلت مولدات فالأفضل أنه هاي المحطة تحيلها للتقاعد. يعني ممكن تبدل أجزاء صغيرة بس مو تروح تبدل مولدات مال الطاقة الكهربائية. فأكو annual depreciation، استهلاك سنوي أنت لازم تحسبه، لأن هذا لازم تخطيه. هذا العلاقة بالشنو؟ مو بالكلفة الإنشاء، العلاقة بكلفة الصيانة والتشغيل. أكو سنوياً لازم تغطي، لأن أنت بعد فترة المحطة ما تسوى فلوسها. لذلك راح تتقسم الكوست أوف إلكتريكال إنرجي، هذا الحكي وين؟ راح ينعكس على كلفة الطاقة الكهربائية. فعندنا فيكست كوست ثابتة وسيمي فيكست شبه ثابتة، أو يسموها مرات سيماي حسب اللفظ، سيماي فيكست أو سيمي فيكست، والرننج أو الأوبريشن أكو كلها في التشغيل والعمل. وجاي معرفهم واحدة واحدة بهذا الخط، انتبه عليه، الخط الإيتاليك هذا مطلوب منكم، لأن هو هذا اللي من عنده تجي فكرة السؤال. فالفيكست it is the cost which is independent، غير معتمدة على الماكسيموم ديماند. يعني أنت محطة تولد وأقصى توليد عندها مثل صار الظهر 100 ميجا وات، فهذا ما له علاقة بكلفة الإنشاء، الكلفة الثابتة ما له علاقة. إحنا أكو كلف صرفنا، محطة كلفت $1 مليون، بقى تتكلف $1 مليون سواء انت انطيت 100 ميجا او 50 ميجا او 200. لذلك نقول انت قدر الامكان لازم تجيب اللود اللي يبرر الكلفة، لازم عندك لود يسوى.
فالماكسيمم ديماند هذه اندبندنت غير معتمده على الماكسيمم ديماند اند يونت جنريتد والوحدات المولده اللي هي الافرج، فلا معتمده على الافرج ولا على الماكسيمم ولا على السميشن. هذه صرفت في اثناء الانشاء الاورجنايزيشن سنترال اورجنايزيشن، وزائد شنو قبل شوي تكلمنا عنها الفوائد، الارض كوست اوف لاند كلفه الارض and salaries of high officials والرواتب ال high official يعني الناس الرسميين هنا شبرر انه مو العقود والاجور اليوميه، الهيكل الاداري الثابت الملاك الدائم رواتبهم ايضا تحتسب ضمن كلفه الانشاء، لان ذولا قرروا انه هاي المحطه تحتاج 1000 مهندس وفني، ممكن يزيدون او يقلون بس ذولا اكو هاي صارت كلف ثابته، الزياده راح تصير كلف شبه ثابته او متغيره. فهي هاي اجزاء شنو ايضا مخلي لك اياها بالخط المائل الفيكست كوست واندبندنت اوف ماكسيمم ديماند. السيماي فيكست او خلينا نعرف بعدين الرننج التشغيليه ونرجع على شبه الثابته، لان هاي متغيره يقدر يسميها فاريبل كوست او اوبريشن كوست، فانت مو تتغير كلمه الدوخ من نقول لك operation cost او running cost variable. It is the cost which depends، شوف هناك كانت independent هنا depends، تعتمد only open the number of unit generators، تعتمد على load curve مالتك اليومي ايش قد تنتج طاقه كهربائيه، وبعدين يعطيها بالتفاصيل هنا التعريف العام اللي جوا شنو بالتفاصيل on account of annual cost of fuel كلفة الوقود، لأن هو هذا اللي ينطيك unit generated، الزيوت زيوت التزييت lubricant إذا كانت عندك محطة تستهلك زيوت مثل محطات الديزل، maintenance repairs الصيانة والترميم والتبديل، مرات تحتاج تبديل مو بالصيانة، salaries of operating staff أكو staff آخر غير ثابت تحتاج للتشغيل متغير، هذا ربما عقود أو أجور يومية أو غيرها أو يداوم يعني بعض الأيام ما يداوم غيرها، فهاي كلف متغيرة. نرجع على شبه متغيرة أو شبه ثابتة، it is the cost which depends upon maximum demand but، فهاي مثل الأولى مثل الثانية العفو تعتمد على maximum demand لكن شنو independent of unit generated. فهنا عندك شغلتين maximum demand والوحدات المولدة، يعني مجموع الوحدات اللي أنا انطيتها صرفتها خلال اليوم أو خلال السنة، فمجموع الوحدات اللي أنا صرفتها خلال السنة تختلف عن الماكسيمم، فهذه الشبه ثابتة تعتمد على الماكسيمم لكن ما تعتمد على اليونت جنريتد. ليش؟ اللي يعتمد على اليونت جنريتد شنو النوع الثالث اللي هو الرننج كوست، لها علاقه يعني تمشي ويا الكيرف تصعد وتنزل، هذه السيماي فيكست ما تمشي ويا الكيرف تمشي ويا الماكسيمم فقط ما لها علاقه باليونت جنريتد. وجاي هنا بالسطر الثالث موضحه اكاونت تاخذ بنظر الاعتبار ان اكاونت شنو انوال انترست الارباح السنويه او الفوائد، ديبريشيشن هنا اجتي قبل شويه ما تكلمنا عنها كلف الاندثار هي شبه ثابته، اون كابيتال انفستمنت اوف بيلدينج كذلك حتى البنايه ايضا تحتاج، والمعدات تاكسز ضرائب، في بعض الدول انت تسدد فوائد للمستثمر او المؤسسه الداعمه المموله، لكن عندك يفرضون عليك ضريبه كربون المحطات اللي تشتغل بالفحم او بالوقود الثقيل وتنتج غازات، اكو بعض الدول تفرض عليها ضريبه كربون تدفع سنويا حسب الانتاج مالتها، وهاي الضريبه تتغير تزيد او تقل حسب كميه الكربون المنتج. وسالاريز اوف مانجمنت اند كليريكال ستاف، اكو الستاف هنا مقسمه ثلاث اشكال، يعني الستاف الاداري العالي المدير والمعاونين والمراقبين الأساسيين، وأكو ستاف وسطي اللي هو للمانجمنت، وأكو ستاف متغير اللي هم العقود والإجور اللي تحتاج مرات في وقت الذروة ما تحتاج بوقت آخر. فهي التقسيمات هاي بعدين راح نأخذ قوانين نخليها ضمن القوانين.
ذاك الكلام العام، المفاهيم والأفكار، حتى من تجي القانون تعرف شلون تتصرف به. فالباحثين والعلماء قالوا ذني راح نسوي عندنا قانونين شكلين، إما أبو الثلاث أقسام 3 part 4 أو أبو الجزئين، إما ندمج هاي الكلف اللي تكلمنا عنها بجزئين أو في 3 أجزاء، قانون أبو الثلاثة أو أبو الاثنين. فالأول in this method the overall annual cost، الكلفة السنوية الكاملة overall of electrical energy generated is divided into 3 parts fixed و semi fixed و running cost اللي تكلمنا عنهن 3. بعد شوية بالتو بارت لا يدمج 2 من عدن، فبالتالي راح يصير هو مجموعهن ببساطة الثابتة والمتغيرة وشبه الثابتة. هذا الفيكست كوست كونستانت تطيها ثابت $1,000,000 مثلا، هاي ما راح تتغير بمرور الزمن. البروبورشنال تو ماكسيمم ديماند قلنا شنو هاي سيماي فيكست، هذه المعادله مالتها متعلقه بما بالماكسيمم ديماند تتناسب مع الماكسيمم ديماند، والرننج كوست تتناسب مع شنو بروبورشنال تو كيلو وات اور جنريتد، هاي تمشي ويا اللود كيرف حسب الاستهلاك اليومي او الشهري او السنوي، وجاي معبر عنها بالرموز RS. هنا اكو فد مبلغ مالي يتخلى بالبدايه ونضرب بالقوس كله، فاحنا RS الروبيه الهنديه، احنا هذا راح يصير IQD عراقي دينار، فIQD نكتب هنا، بس الناتج رجاء من يطلع الرقم ما تكتب IQD، بالناتج تكتب دينار، هنا تكتب IQD عراقي دينار، مثل ما انت هنا بالقانون تكتب انرجي وبالناتج ايش تكتب كيلو وات اور، ومعرف لك اياهن. فاي اللي هي الكونستانت زائدا بي كيلو وات، لان هذا يعتمد على الماكسيمم ديماند بالكيلو وات باور، هذا يعتمد على اليونت جنريتد بالكيلو وات اور، الوحدات المستهلكه من قبل المستهلك. الاي الانوال فيكست هنا سنويا يعني حسب، لا شهريا ولا يعني افضل شيء سنويا independent of maximum demand، معرفها. البي الكونستانت which is when multiplied، عندما نضربها هذا الرقم البرة من نضربه بالكيلوات demand ايش راح ينطي gives، ايش ينطينا the annual semi fixed cost. السي كونستانت which when multiplied، عندما تضرب بالكيلوات hour ايش راح ينطينا annual running cost، فاكو رقم ما راح يضرب يبقى ثابت، رقم يضرب بالكيلوات بالباور ورقم يضرب بالكيلوات اور بالانرجي. التو بارت راح يصير بي دمج، لذلك هنا الرموز شو مسميها اي كابيتال وبي كابيتال مو سمول، ده يقول لك يعني ترى تختلف عن الفوق. شنو اللي يندمج هنا؟ It is sometimes convenient to give annual cost of energy in two parts، الافضل يعني الاسهل بالحسابات، فنقسمها fixed sum per kilowatt of maximum demand plus the running cost. اكو هنا عندك فاكتورين لهن علاقه بالكيلوات كيلوات اور، هذا ما له علاقه، فايش راح يصير عندنا القانون اي كيلوات بي كيلوات، يعني شنو اللي راح اندمج؟ فاكتور الاول a constant هسه الأول when multiplied by maximum demand on the station gives the annual cost of the first part، وهذا كيلوات give the running cost، يعني running cost بالأول باقي نفسه بالثالث، العفو بالقانون الأول الجزء الثالث بالقانون الأول باقي نفسه، هنا صار بها دمج على مود التسهيل and divided a fixed sum per kilowatt of بلس رننج. هسه احنا ان شاء الله نحل امثله وتمارين وتتوضح لكم الفكره اكثر. يقول لك هنا من هنا انترستنج اللي يتكلم عنها قبل شويه زميلكم قال مثير للاهتمام، هنا انترستنج بمعنى ماخذيها بمعنى الفعل انترستد انترستنج مثير للاهتمام او مهم. انت انترست وحدها من تجي بالمعنى المالي بمعنى اسم، اذا جتي بمعنى اسم راح تكون الفوائد، بس اذا مشتقيها فعل او صفه راح تكون مهم او مثير للاهتمام.
هذا يسمون simplified يعني مبسط. little orphic show constant a of the three parts from has been merged. merged يعني دمج. ال a دمج in fixed sum فاندمج الجزء ال a اندمج. توزعت الكلفة الثابتة توزعت. يبقى عندنا احنا دا نتكلم عن depreciation. الكلفة الثابتة احنا عرفناها قدرنا هل قد صرفنا وهل قد المصرف ده ياخذ من عندنا فوائد او المؤسسة او الوزارة. الكلفة المتغيرة ايضا عندي دا اقول انا دا احتاج سنويا هل قد اجور اجور عمال وصيانة وزيوت ونفط ومياه زين. انا دا اجي على كلفة الانتثار شلون دا اعرف قيمة هاي مضخات المياه البويلرات الصمامات الفالفات ايش قد يقل من قيمتها او سعرها. نفس المولد اللي صار عمره 10 سنين وانا اريد المحطة تشتغل مثلا 40 إلى 50 سنة المولد وراء 10 سنين ايش قد اندثر من كلفته. هاي مسألة مو بسيطة يدخلون بها علماء احصاء ويسوون مقارنات وجداول وبالتالي يقدرون يطون فت قيم يسموها empirical تجريبية يعني هي ما راح تشتغل ما تكون دقيقة بالسنت بس تعطيك فد شيء يعني هامش تقريبي ولا أنت ما تقدر بالضبط تقدر قيمة الاندثار مو قانون هذا فيسموها depreciation charge. هنا charge مو بمعنى شحن charge بمعنى كلف يعني صرف يقول لك يعني تشرجني مرات تجي بمعنى غرامة. المهم فلوس انت اذا تنصرفها وتطلع من عندك. following are commonly used. اكو ثلاث طرق نستعملها. straight line احنا نفترض اكو فد كلفة اندثار او استهلاك ثابتة سنويا دا تمشي عندنا. هاي الطريقة المبسطة. اكو طرق اخرى اللي هي مو مبسطة الواقعية انه انت كلفة الاندثار بالسنة العاشرة مو مثل كلفة الاندثار بالسنة الاولى وكذلك بالسنة العشرين. انت سنويا تزيد عندك لان اكو بعض المواد تحتاج تبدلها بعد مرور 10 سنين اكو بعض المواد بعد سنة اكو بعض المواد بعد 5 سنين فانت مثل باول سنة 100% كلفة الاندثار عندك ابسط مما بالسنة العشرين او بالسنة الخمسة وعشرين فما يصير تشتغل على الاول اللي هو straight line. لا لازم اكو خط بي كيرف. وكذلك السينكينج فند هذا ياخذ بنظر الاعتبار الفند التمويل التمويل الغارق او المبلوع يعني شو وقت انت راح تشفط الفند مالتك التمويل وهي هذا صار عندك اندثار وراه لازم تقرر انه المحطه يسموه تسريح المحطه تطلع تقاعد يعني انت سينك يور فند غرق التمويل مالتك كله ابتلع وبالتالي راح تكون انت تقوم تصرف اكثر مما تستفاد. فنبدي بالطريقه الاولى ستريت لاين هي طريقه بسيطه وخط مستقيم ويفترض انه سنويا احنا بدنا نصرف هالقد. فهنا شو يقول annual depreciation charge will be equal to the total depreciation. نقدر احنا المحطه بدها تشتغل 40 سنه الاستهلاك الكلي يعني المواد راح يندثر من عندنا $1,000,000 خلال 40 سنة نقسم المليون على 40 راح يطلع لنا فد رقم يمثل الاندثار بالسنة الواحدة مثل هنا مطيك مثل مال 20 سنة if the initial cost of the equipment هل قد 100,000 and it is scrap الخردة مالته السكراب لأن راح يصير خردة 10,000 after A useful life الفترة المفيدة الحياة المفيدة اللي استفادينا بها من المحطة 20 سنة فببساطة راح تقول 100,000 ناقص 10,000 السكراب اللي يظل عندك البيع التفصيل أكو 90,000 على من تقسمها على 20 سنة يعني أنت صرفت 100,000 خلال 20 سنة بس شو ناقص منه ما نقدر نقول 100,000 على 20 لأن أكو فد أمور راح تبقى عندنا نقدر نستفاد من عندها فمئة ألف ناقص 10,000 المتبقي على 20,000 راح يكون عندنا 4,500 لذلك هذا خطي يعني بس ما يتغير بالعشرين سنة كلها هو ثابت للسنة الأولى والثانية والثالثة نأخذه على الكل فيطلع عندنا خط مستقيم بهالشكل مثل ما موجود بالرسم
ومعبر الكياب قانون. فالقانون من تكتبه لازم انت تعرف شنو ال P وشنو ال S. ال P Initial Cost of Equipment، ال S اللي هو Scrap of Salvage، القيمة المستخلصة اللي استفادت من عدها بالمعدات الباقية، والآن ال Useful Life، الفترة الفعلية لشغل المحطة. يعني مو من أول ما بدأت تنشئ، لا، من أول ما بدأت تولد وارتبطت بالشبكة الكهربائية، إيش قد ال Useful Life بالسنوات. طبعا هذا مقدر، فراح يكون هالشكل. يبدأ من ال P اللي هي Full، أنت الاندثار هنا صفر وعندك القيمة مالتك 100%، إلى أن راح ينزل يوصل إلى نهايته. هو مفروض ينزل للصفر، لكن قلنا أكو جاب، أكو فجوة هنا، فترقم متعلق بالسكراب، وإلا نظريا هو المفروض ينزل للصفر. فالمبلغ مالتك كله راح تخسره خلال 20 سنة، مبلغ اللي صرفته على المحطة راح ينتهي بعد 20 سنة. لكن بالمقابل أنت شنو راح ناخذ بالفصل الخامس التعرفة، أنت بالمقابل أخذت فلوس من المستهلكين، وإذا المستهلكين ما انطوك فلوس فأنت معناته كل شيء ما استفادت. فهذا الكيرف، جرب أنت تخلي الأس زيرو، راح يكون عبارة عن P على N فقط. إذا كل ما تكبر الآن شو يسوي، هاي القيمة راح تقل، الاندثار راح يقل. كل ما زغرت الآن، يعني محطة اشتغلت بس 10 سنين، الاندثار مالتها عالي جدا. فجرب هنا الفكترات أنت بالبيت، من تحل تزيد الآن أو تقللها، الأس تصفرها أو تخلي الأس بقد البي. إذا الأس صارت بقد البي يعني معناته أنت كل المعدات مستفاد من عدها، الأس خليها صفر. فرجان تعامل بهالطريقة ويا القانون حتى تفتهم شلون دا يمشي. بعدين من تطلع أرقام تعرف الأرقام مالتك صحيحة أو خطأ. هنا الخطأ بتحاسب عليه، لأن إحنا ما دا نشتغل رياضيات، دا نشتغل ديزاين، مادة تخصصية، قدرة كهربائية، صرت بالثالث، فالأخطاء مؤثرة جدا. النوع الثاني العفو ديمينشينج، الكلفة، القيمة المتلاشية أو المتلاهية. فهنا مطيك مثال، وهذا راح يصير، خلينا نروح على الرسم بعدين نرجع، يصير بهالشكل، قيمة الاندثار تزيد مع السنوات. فأنت راح تستهلك المحطة قبل 20 سنة، يعني إذا نجي نطبق المثال السابق ما راح تبقى 20، أو الأس أو تبقى 20 بس الأس راح تزيد عندك أو تسارع، وهذا الحقيقي، أقرب للحقيقة. فعندنا البي والآن والأس نفس اللي قبل شوية عرفناهن، شنو اللي راح يزيد عندنا؟ annual unit depreciation نسميه أكس، ما نعرفه، هذا اللي راح يدخل بالفاكتور تغيير. It is desired to find the value of X in terms of P. فبدلالة دالة للP، الX يكون دالة للP بحسب الP، N and S. فقيمة المعدات value of equipment after one year، شوف هنا العلاقة بالسنوات، annual unit depreciation راح تكون P minus PX. يعني بالقانون الفوق كان عندنا P فقط، والاس هي السكراب، اكو بي اكس راح ننقصه سنويا، فالمعادله ما راح تصير خطيه، لان هذا راح يطلع البي برا، شو يصير؟ 1 ماينص اكس. الاكس معناته المفروض شنو؟ بالبوينتات، يعني 1 ناقص 0.1 0.2 0.3 يزداد الى ان يصير 1. من يصير 1 ناقص 1 صفرت انت. فمطيك مثل after 2 years راح يصير عندك القانون، راح يدخل بي 2 وراح يصير معادلة تربيعية، تصير 1 ماينص اكس الكل تربيع. المهم احنا ما نقول 2 و 3، نعطيها بدلالة عامة نسميها ان، هنا الان عدد السنوات، فراح يصير 1 ماينص اكس للان. من تخلي معادلة بهالشكل مرفوعة للقوة ان، يعني معناته راح يصير كيرف وتكون متسارعة بالانتظار. هنا يفضل انه الان اطول يصير حتى نستفاد. جاي مخليها بالقانون، راح احنا راح قلنا راح تكون داله هي، فالاس راح يساوي بي 1 ماينص اكس. الاس هذا قيمه السكراب، نخليه بالطرفين، يطلع عندنا القانون هذا بهالشكل.
مطيك مثال depreciation for the first year راح يصير XP بس، لأن هنا شنو مرفوع للقوة واحد، وهذا القانون العام P في واحد ناقص S على P للقوة واحد على N. يعني إذا كان واحد على اثنين، واحد على اثنين شنو راح يكون جذر، واحد على ثلاثة جذر التكعيبي وهكذا. كو مشكلة بالصوت؟ مهم، فهذا حفظ القانون لأن صار عنده صدى. من تجي تطبق رجان قانون بسيط، يعني أبسط منه هواي قوانين أنتو دا تأخذوهن بالمكائن وبالقدرة، بس كل سنة أنا يصير عندي هنا أخطاء. يعني أنت هنا لازم تقسم وترفع للأوس وبعدين تطرح من الواحد، والناتج كله ينضرب في بي. هاي الأولويات مالت العمليات الأربعة أو الخمسة، هنا راح يدخل لك أوس أو جذر، لازم تعرفها يعني تتدرب عليها، مو تجي بيوم الامتحان تجي تشيك تشيك وطلعت لك أرقام عجيبة غريبة. أنا ترى الخطأ أكو أخطاء ما أحاسب عليها قليل، يعني درجة أو درجتين أو مرة تمشيها. يعني أنت ردنا الناتج هو 10 طلعت 10.1 أو 0.2 أو 9.8، بس مو العشرة طلع ليها 50 أو 100، لا عندك يعني هنا بهاي الحالة عندك مشكلة بالفكرة بالمفاهيم، لأن شلون كتبتها 50 وما راح تراجعت نفسك، ما راجعت الحل. باقي الأخطاء ممكن نقول يعني بسبب بسيط أو بالتقريب أو أمور أخرى. المهم أكو الطريقة الثالثة sinking fund، التمويل الغارق أو المبلوع، يعني أنه راح ينتهي. فهنا شو يقول fixed depreciation charge is made، هنا عندنا كلفة اندثار ثابتة سويناها barrier. هنا شنو and interest compounded on it annually، نضيف وياها نضمن معها الفوائد، لأن هاي متعلقة بمن بالفند بالتمويل. هاي الطريقة the constant depreciation charge is such that the total of annual installment الانستالمنت التقسيطات السنوية، إيش قد أنت دا تدفع سنويا حتى تغطي التمويل الأساسي اللي أخذته، plus interest accumulation، accumulation تراكم، تراكم الفوائد. فهنا شوف يختلف عن الأول والثاني، الأول والثاني مش شابهين، لكن واحد ستريت واحد مو خطي لان لينير كيرف. هنا لا، الطريقة الثالثة مختلفة شوية بالتفاصيل مالتها باعتمادها على الانترست والاكيوميليشن، تراكم الانترست والانستالمنت الاقساط السنويه اللي تدفعها لتغطيه التمويل. فانتبه التعريفات البي الانيشال فاليو، الان بقت نفسها الاس، هنا شنو عندك نضاف الار اللي هي انوال ريت النسبه او المعدل السنوي مال شنو انترست اكسبريس از اديسمال، انتبه هنا كسر عشريه، نسبة الأرباح الفوائد السنوية معبرة عنها بكسر عشري، يعني 50% 60%، قبل شوية قلنا 8%، 8% تجي شلون تكتبها 0.08، 10% راح تكون 0.1، فنحولها من بيرسنتج إلى ديسمال. الكوست اوف ريبليسمنت كلفة الاستبدال، قلنا هاي هي الفرق بين السكراب والشقد، الفرق كبير لو صغير، فإذا الأس صفر الفرق بقد البي فول، كل ما تكبر الأس الفرق راح يقل. هنا أيضا راح يصير عندنا قانون مرفوع للقوة بس بدلالة منه قبل شوية، واحد زائد آر للقوة إن، الآر اللي قلنا هذا الريت، كيو شنو amount كيو at annual interest of rate of كيو will become هذا الكمية وهذا القانون. احنا قلنا هاي كلها ما ترهم الا نحل قوانين. هنا موضح لك رجان من تجي بشابتر، هذا شابتر 4، من تجي بالفصل هنا اكو بالاشتقاقات شوية عابر واصل لل، هذا بالازرق هذا هامش للتوضيح، واصل مباشرة لهذا القانون، فموضح لك شلون صارت واحد زائد ار للقوة ان، اكو فد اشتقاق صار
قبلها بدلالة السنوات، وبعدين عبرنا عنه بشكل عام سميناه بدلالة N. ومطيك هنا أمثلة الديبوزيت، الإيداع، الكيو إيداع، إيش قد تودع في حساب المؤسسة من أرباح زائد أقساط، فوائد زائد أقساط تروح تسدد لهم كل سنة، مثل اللي يأخذ قرض بناء بيت. فمثلاً بالسنة الثانية راح تصير N minus 2 N اللي إحنا مثلاً 20 أو 40 أو 30 سنة ما نعرفه، بالسنة الثالثة N minus 3 وهكذا راح يصير عندك متسلسلة متسلسلة، بعدين يعطيها قانون عام، القانون العام مالتها هالشكل، هذا total fund اللي هو الQ في هاي النسبة ناقص واحد على R. بس من نجي نريد نحسب sinking fund، الفند اللي sinking، راح يصير هذا القانون. قانون صدق يعني مو صعب، بس مجرد انت تتمرن عليه كم مرة ممكن تجيب ارقام بسيطة، يعني اللي هي 4 و 5 و 6 و 10 وتخليها، لان بالاسئلة شوية ارقام مزعجة بها صفار هواي، فممكن تتمرن على ارقام بسيطة وبعدين تروح تجرب الارقام الحقيقية. تقدر شو تسوي هنا؟ قال لك تقدر تلقي هذا الفاكتور على حدة sinking fund factor اللي هو شنو function of R، هو دالة بدلالة ال R ما بيها متغير، فقط ال R، فاللي هو بين قوسين كبيرين. وبعدين شو تروح القانون الأصلي اللي هو P minus S، P minus S مضروبة في فاكتور معين. فالطريقة الثالثة هي هاي ميزتها، هو الفرق بين السكراب وال total cost مضروبة في فاكتور اللي هو متعلق بالفند التمويل، فممكن تطلعهن على حدة حتى لا تصير عندك مشكلة، لأن هذا لازم يطلع رقم ينضرب فيه الرقم الأصلي، وبالتالي تعرف أنه أنت ماشي صحيح. هنا الـ examples مطيكم هواي أمثلة، يعني إذا تحلها المفروض تصير خبير بالمادة، حتى ما تحتاج بالامتحان تشتغل open book، لأن هي القوانين سهلة الحفظ، المشكلة بالتطبيق. هنا مطيك الـ P هالقد 90 ألف بالروبية الهندية، احنا قلنا راح نسويها دينار إراكي 20 سنة، السكراب 10,000، ببساطة 90 ناقص 10 على 20، فإحنا سنوياً ده نخسر 4,000 من قيمة المحطة، سنوياً يروح من عندنا 4,000 دولار من قيمة المحطة الفعلية. هاي كلها لازم وين أروح؟ هاي كلف إنتاج أضمنها بالتعرفة بالفاتورة، وهاي أصلاً لازم تحسب مسبقاً، يسوون جدوى اقتصادية اللي قدام، أنت تعرف إيش قد الاستهلاك عندك وإيش قد متغير، حتى تعرف جدوى المحطة خلال 20 سنة إيش قد راح تستثمر. هنا منطيك الآر على القانون الثالث اللي هي الانترست 8%، حولها شوف ديسمال سواها 20.08، وعدك البي وعدك الاس نفس الأرقام بالضبط مع المثال قبله، بس شنو ضايف الريت، يعني راح نشتغل عليه من على الطريقة الثالثة. رجاء حسب المعلومات تحدد الطريقة اللي تشتغل بيها. فالسؤال الأول ما نقدر نشتغله بأي طريقة أخرى، لأن هي المعلومات بسيطة اللي منطينا إياها، نشتغل أنه خطية ما عندنا أي متغيرات، توفر متغيرات جديدة نشتغل على الطريقة الثانية، متغيرات الريت نشتغل على الطريقة الثالثة، فهي مشتغل بها. الأفضل أنت هذا الفاكتور اللي هو 0.08 على 4.6 ناقص 1 تلقيه على حدة، يعني هنا تقريباً 3.5، هذا الرقم على 3.5 راح يطلع كمية قليلة جداً. هذا الفاكتور غالباً بالبوينتات وبالألف، يعني بالألف أو بالمليون، يعني فد صفرين أو فد ثلاث صفارة إذا لقيته على حدة، لأن أنت تريد تلقي كلفة الاندثار من المبلغ الكلي، فتلقي مثلاً 4,000 من 100,000 دولار، وهذا رقم قليل جداً يطلع هنا. الثالث مطيك هنا سؤال عام، يعني أنا برأيي يجي يحل example 4-3 بأكثر من طريقة بيدة ويخفي الأرقام أو يغيرها، راح يكون يعني متمرن على الطرق الثلاث، لأن هو طالب أنه بثلاث طرق تطبقه، طريق الستريت والديمينشينج فاليو الكلفة المتلاشية،
وطريقة التمويل ومطيك الأرباح الانترست الفوائد 5% compound of interest. طبعا هاي مركبة ضايف لها شنو؟ ضايف لها الأقساط الفوائد زائد الأقساط اللي تندفع، فهاي compound ممكن تكون مختلفة عن الأصلية. نعم استاذ، بس المثال 4-2 اللي قبله. نعم استاذ، سويتن بالحاسبة يطلع 4151، اللي طالع هنا 53، يعني هذا الفرق عادي، يعني يطلع 100 وش قد؟ 51.9. ماشي، هذا الفرق ما يعتد به، لان احنا اذا اشتغلنا بالبوينت افترضنا الأربعة بالكيلو 4000، يعني 4.15 راح نقرب الرقم مالتك والرقم مالت الكتاب أول وتالي راح ينكتب 4.15 مثلا. أوه. إذا دنشتغل بالكيلو، لأن أنت بالآحاد الفرق صار وين عندك؟ بالآحاد، مو يعني بالكيلو راح يصير نيجلكتك، هذا قيمة كلش قليلة. إيه يعني بأول مرتبة بالآحاد، فأنت 51 طلعته، إيه 4151.9، حما ذا قرب يصير 0.2 يعني 52، فبقت النسبة قريبة. بس إذا الخمسة تغيرت صارت ستة، رحت على المرتبة وراها، لا هنا الأمور اختلفت، يعني مثل 4163 لا أكو مشكلة بالحسابات، مو تمام. لأن عبرت على المرتبة اللي بعدها. تمام إن شاء الله، شكرا أستاذ. فهذا السؤال يعني أرجو أنه تحلوه يعني بأكثر من طريقة، لأن دا شوف البي شنو اللي دا يطرح عليها هنا، أي تغيير ما صار عليها، نقصنا من عدها الأس وقسمنا على 25 سنة، هنا شنو أس على بي صارت بالمقام، ورفعناها للقوة 1 على N، 1 على N 25. لازم مو تجي بالامتحان تقول ما أعرف أستعمل الحاسبة شلون 1 على X، أكو عندك بالحاسبة 1 على X، الإكس مالتك إيش قد؟ 25. تقارن، شوف النتائج المهمة اللي أنتوا قسم تسووها بمربع، قارن بين هاي 3360 ألف، ما عليك بهاي الفارزة، 360 ألف هنا إيش قد طلع عنده؟ كد طلع عنده؟ إيش كد فرق؟ أكو فرق كبير، 1115، خلينا نقول مو 360، 115 ألف، يعني تقريبا نص الرقم الفوق أو أقل من نص. نشوف الثالث إيش كد؟ 520 ألف، أكبر. هنا ليش صار أكبر؟ لأن هنا ده نشتغل ده نحسب الكلفة المركبة، الفوائد المركبة اللي هي الأقساط السنوية زائدا الفوائد زائدا ايضا داخل عندنا بالقانون السكراب وذني. فشوف هاي الارقام ان كلهم بالمئات الالاف، 115 ألف، 520 ألف، و360 ألف. هذا الستريت لان هو خط عدل طلع اكبر من هاي الكلفه واقل من الكلفه الاخرى، المفروض يطلع فد شيء وسطي اعلى من هاي واقل من الاخرى. فانت الارقام هم يعني من تطلع هيك قارنها، يعني اكو فروقات بس يعني لازم ماكو عندك فتشي رايح زايد او شاذ بالمعادله الا اذا اكو عندك هنا مشكله. استاذ اخوان، نعم استاذ، هذا مثلا بالقانون هسه من حسبنا الاكس 1 ناقصا S على P اس ناقص 1 على N، يعني انا نعم. بالكاسيو اكو امكانيه حتى اسوي القوس يعني أس كسر، حسس أنا سويتها بالحاسبة يطلع، بس الخطوات يعني بس مجرد هذا القانون، طبقت الأرقام البي دستلي ساوي طلعت نفس النتيجة بالامتحان مثلاً، هم طالبنا بالخطوات تشتغل مثل الكتاب بالامتحان، أي شيء يعني تكتب هذا القانون بي ناقص أس على إن، تخلي الأرقام وتعطيني الناتج النهائي وتعرف الناتج النهائي، قلنا غالباً بالدينار راح يكون، أي شيء عدا هذا أنت شغلك. يعني هسه مثلا الاكس بيها شغل هواي، يعني حتى بالكتابه تسوي داخل القوس
نعطي له قيمه يلا نقصه من يعني نقطه الواحد نقص القيمه. انا طبعا قلت لك ما اريد الناتج النهائي بس ما اريد التفاصيل. مثل هذا هسه مطيك كاتب هالشيء عوض الارقام مطلع ناتج. انت تكتب لي يعني الارقام وتقول هذا الناتج ما راح احاسبك انا ايش قد راح شنو الخطوات اللي بين هاي وهاي، بس هو واضح كاتب 0.05 وكاتب مرفوع على 25. انا ليش اريد منك هاي تكتبها؟ لان حتى اذا هذا طلع خطأ اعرف وين المشكلة. هل انت من البداية هل انت من البداية هذه كاتبها 20؟ مو هاي حتى اعرف انت عندك مشكلة فهم السؤال، ليش كتبتها 20؟ لو كاتبها 25 بس هنا صار عندك خطأ بالحسابات مو؟ بس اذا اجي هاي الخطوة والقى الارقام كلها صحيحة كلها المطلوبة اقول صار عنده خطا بالحاسب. اي ماشي تمام. اي فالقانون التعويض بالارقام الصحيحه المطلوبه الناتج النهائي بين هاي الخطوه والناتج النهائي ما مطلوب منك تكتبه. تريد تكتبه يعني عادي اكتب، اذا اكو خطوه وسطيه اكتبها، بس هي يعني ما عليها درجه ما مطلوبه لان هو تطبيق القانون اللي ينطيك الناتج المطلوب. هنا انتبه ليش اكو 20 واكو 25؟ ليش قلت لك مرات يجوز زميلك يتوهم يرفعها للأس 20 مو 25؟ اكو عندنا رقمين الشغل الفاليو المستخلصه سلفج المستنقذه او المستخلصه بنهايه 25 سنه عمر المحطه، بس شنو ضايف لك رقم اخر كلفه الاندثار لل 20. هنا كلفه الاندثار احسبها ل 20 سنه بس اكو كلف اخرى تنحسب ل 25 سنه، فهاي مو بسيطة. لو أي يجوز يجي واحد بهذا القانون الأخير يكتب يرفعها للقوة 20، فبهاي الحالة يعني أكو بفرق هواي الناتج عنك، ما راح يكون فرق 1 و2 و3. فهذا سبب الخطأ مالته سوء فهم، استعمل الرقم المو صحيح، بينما بالقانون فوق شوف إيش كاتب هنا مستخدم 20. ليش value of equipment of after 20 years هنا ما تستخدم 25 تستخدم 20. هذا قصدي من تعوض بالناتج وتكتب، لأن يجوز راح تكتب 25 بمكان 20 أو بالعكس، فبالتالي أنت خطأك مو حسابي، خطأك راح يصير عليه تروح عليه نقاط أكثر لأن خطأ في فهم المادة. المهم البقية كلها أمثلة وأسئلة محلولة، بس أكو فكرة هاي وحيدة نوضحها وتخلص المادة. وأنا أعتذر منكم يعني ما أقدر أستمر لأن أيضا عندي فد ظرف طارئ شوي مراجع المستشفى، فلازم أنهي المحاضرة حتى نروح، فما يعني ما راح يصير جلسة ما سؤال جواب بس الخمس دقائق. فهنا مطيك الامبورتنس of high load factor. أنت المفروض هسه أنت استنتجت أنه load factor يفيدنا أنه قليل يعني قريب للصفر 0.1 0.2، لو عالي قريب للواحد 0.9 أو 0.8. فهو حلك مثالين ثلاثة، رجع حتشالك هاي المعلومة وكمل بحل الأمثلة. فهاي المعلومة ما انطاها ويا جماعة، انطاها بعدين حتى يصير عنده قدرة المقارنة. يقول لك يلعب دور مهم plays a vital role in determining the cost of energy. فاللود فاكتور هو اللي راح يقول لنا أنا كلفة الطاقة اليونت الوحده اللي مولدها كلفتها عاليه لو كلفتها واطئه. some important advantages بعض الفوائد المهمه هاي reduce cost per unit generated. فالمفروض ان شنو load factor يكون عندي عالي، كل ما يقترب من الواحد معناته الماكسيمم قريب على الافريج، معناته انا تقريبا كل الطاقه اللي دا انتجها تستهلك، مو الصبح انا استهلك 10 والظهر استهلك 100، لا فرق هواي بين 10 و100. فاللود فاكتور راح يكون عندي واطئ، لا معناته أنا التذبذب عندي بسيط يتراوح بين 80 90 100 70، فبالتالي كلفة اليونت الواحد اللي أنتجها مبررة، الكلفة واطئة لأن أنا المحطة الشغالة كل العمل مالتها دا استفاد منه. فراح يكون شنو reduces نقصان في كلفة اليونت generated كلفة الكيلو واط أور الواحد، وراح يكون عندي ايضا نقصان بشنو ريدكشن بايش فاريبل لود بروبلم، مشكله اللود المتغير الصاعد والنازل، وهاي الكلفه اللي اجي اعوضها مثل الظهر عندي محطه خامسه
وحدة توليد خامسة ما كانت شغالة شغلتها ودخلتها النوب رديت طلعتها، إذا عندي هاي لود فاكتر أيضا راح يكون عندي هاي المشكلة ما أصرفه هاي عليها، لأن بعض المحطات تخلي ثلاثة شغالة ثلاثة ستاند باي، فالتشغيل مالتها يكون من ثلاثة يونت أربعة خمسة إلى ستة يونت تصعد، والنوب ترجع إلى ثلاثة يونت، فأكو عندك variable load problems مشكلة. بس أنت مثل أربعة والشغل وحدة واحدة فقط إضافية خمسة وترجع للأربعة، لا هنا أكو الفا مو عالية، لأن زيادة تشقد ربع القيمة من أربعة إلى خمسة خمس، خمس زيادة 20% أو قللت 20%، لكن من ثلاثة إلى ستة لا هاي 100% صار عندك زيادة ضعف ورجعت للنصف. والنقطة الأولى لا، حتى إذا أنت شغال بالفول لود كلفة توليد الكيلوات أور واحد راح تكون تنخفض إذا كان عندك هاي لود فاكتر، فهذا أهميته. وهنا تقدر أنت الأرقام ببساطة، الأرقام الحمر هنا رجان هذا الرقم بيز، شنو هذا يعني سنت، هاي البيزة يسموها، البيزة مال قبل هي جزء من الروبية، فمثل ما تقول سنت جزء من الدولار، درهم أو دينار بالنسبة للعراقي، أو فلس أو دينار بالنسبة للعراق. فهاي أجزاء، أنا أعتذر لأن أكو تلفون ديدوق علي وآسف يعني راح يروح من وقتكم بسبب هذا الظرف الطارئ، إن شاء الله نلتقي واللي عنده استفسارات أكثر نناقشها. شكرا لكم ومع السلامة.